من جانبه أعلن مصدر عسكري مسؤول في محور أبيان عن مصرع القيادي في تنظيم القاعدة أبو إسلام الشيشاني في المعجلة بمحافظة أبيان. إلى ذلك دعا مصدر عسكري بالقوات المسلحة والأمن كافة المواطنين في مناطق ميفعة وعزام بشبوة البقاء في منازلهم وقراهم باعتبارها مناطق عسكرية. وأهاب المصدر في تصريحات له إن على المواطنين عدم استخدام الطرقات ليلا ونهارا حتى إشعار آخر، وذلك للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. وأكد المصدر إن هذا التنبيه يأتي لاستمرار الضربات والملاحقة والمطاردة للعناصر الإرهابية من قبل القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية في المناطق المذكورة.